مرحلة الطفولة مرحلة حساسة، وإذا فينا نقول المراحل العمرية الأولى لازم يكون في كتير انتباه وحذر من الأهالي، لأنه بيتحدد فيها وبيظهر مشاكل عديدة يلي ممكن يتعرضوا لها الأطفال. اليوم رح نحكي عن مشاكل اضطرابات النطق، عسر الكلام، الكلام بطريقة غير مفهومة. هذا الشيء نحن بنشوفه وبنلاحظه عند أغلب الأطفال، إما لأسباب وراثية أو بسبب البيئة المحيطة، أو خلينا نقول نور انه اليوم ممكن كثير من الاطفال يتعرضوا لمواقف وصدمات تاثر على النطق. اكيد هايدي، يمكن بالاونه الاخيره او بالعشر سنوات الاخيره عم نشوف فعليا اضطراب النطق او عسر الكلام او تاخر اللغه، عم نشوفه بشكل كثير كبير عن الاطفال، وعم نشوف يمكن توسع بهيدا المجال. صحيح. من اخصائيين مهمين، اهميه المتابعه. يمكن الام بتقول انه عادي اذا تاخر اليوم بالكلام اخوه اللي قبل منه طول، لا، بس في مرحله معينه فعليا لازم الطفل بعد الأربع سنوات يكون قادر إنه يتكلم وينطق الكلام بشكل أصح أو مفهوم للمحيط. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا أخصائية صعوبات تعلم يارا أحمد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحا نور، يسعد صباحكم يارا. أهلا وسهلا فيكي. بداية، يمكن اضطراب النطق فينا نقول هو نوع من أنواع التواصل. اليوم نشوف كثير من الأطفال بعمر صغير ممكن يكونوا طليقين بالكلام أكثر من أقرانهم، وبنفس الوقت مثل ما ذكرنا ممكن ما يكونوا قادرين انه يحكوا لاسباب ممكن عديده. بدايه خلينا نعرف من حضرتك شو هو اضطراب النطق عند الاطفال. تمام. هلا مثل ما ذكرتي حضرتك انه النطق او التواصل او عمليه النطق بشكل عام هي تابعه لنوع من انواع التواصل. هلا نحن التواصل عند الناس بشكل عام تبدا بمرحله مبكره، بيبدا الطفل انه هو يتواصل مع الاخرين بطريقه مثل ما بيقولوا بلغه محكية أو بلغة الإشارة، فنحن بنسميه تواصل لفظي أو تواصل غير لفظي. هلا التواصل اللفظي هو عبارة عن عملية الكلام، النطق والكلام، أما عملية التواصل الغير لفظي هو عن طريق لغة الجسد، إيماءات، تعبيرات الوجه، حركات الجسم بشكل كامل. هلا الطفل لحتى يتواصل مع الآخرين أو نحن بشكل عام كناس متواصل على الآخرين من خلال هدول القصص، من خلال لغة الجسد، إيماءات الوجه، تعبيرات الجسم بشكل كامل، ومن خلال النطق. هلا النطق، وقت اللي نحن بدنا نحكي انه الطفل عنده اضطراب بالنطق، هذا الشيء بيندرج تحت اضطرابات التخاطب، انه اضطرابات التخاطب هو شيء له علاقه بالنطق والكلام. صحيح. تمام. فنحن وقت اللي بنقول انه هذا الاضطراب ظاهر عند الطفل يشخص او تحت نوع او يفند تحت انواع اضطرابات التخاطب. انواع اضطرابات التخاطب هي اربع انواع اساسيه: اضطرابات النطق، اضطرابات الكلام، اضطرابات الصوت، واضطرابات اللغه. هلا نحن كل نوع من هدول الانواع هو له نوع مختص فيه. بس خلينا نوقف هون قبل ما نحكي يعني انواع الاضطرابات ونفصل اكثر. نحن بنعرف في فروق فرديه عند الاطفال. تمام. يعني فعليا في اطفال بتتكلم بالسنتين بطلاقه، في اطفال تحتاج لبعد ثلاث سنوات. الأم أحيانا في عندها حالة نكران نوعا ما. أنا كأم يعني إما بدي أوقف أقول فعليا ابني مصاب بتأخر نطق ولغة وكلام، يعني لازم فعليا استشير. تمام. هون قيمت، لأنه في يعني تداخلات مرة بتقلك ممكن لا يكون في فروق فردية، ممكن يكون عنده فرط نشاط، ممكن يكون عنده اضطرابات مختلفة. قيمت الأم لا، أنا هون لازم فعليا أتوجه لاختصاصي ويكون في عندي استشاري، بعدين نحكي هي الأنواع وكيف بنغوص بتفاصيلها أكثر. هلا شوفي، نحن في عنا شيء اسمه تطور لغوي. هذا التطور اللغوي ببلش عند الطفل. نحن بنلاحظ إنه في مشاكل موجودة عند الطفل تقريبا، خليني أرجع مو بس بالنطق، إذا في عنده مشكلة أساسية بنبلش إحنا من عمر 3 شهور من خلال التواصل البصري، إذا في مشكلة من خلال الابتسامة الاجتماعية اللي هي ممكن تظهر عند الطفل كمان بعمر 3-4 شهور. صحيح. بنبلش بعدين بمرحلة المناغات، بنبلش بمرحلة إصدار الأصوات الغير مفهومة. إذا انتبهتوا الطفل بمرحلة معينة بصير يحكي بس أنت ما بتفهمي عليه. صحيح. تمام. هي تطور لغوي لدى الطفل. بعدين الطفل بمرحلة السنة تقريبا ببلش الطفل إنه هو يصدر كلمات بابا، ماما، كلمات فردية، حتى بيحاول يقلدك. في عنا مرحلة تقليد بتظهر لدى الطفل. هدول كلياتهم بيندرجوا مرحلة ما قبل اللغة لحتى الطفل ينتج اللغة. فنحن إذا الطفل في عنده مشكلة معينة فنحن بنشوف الطفل مثلا في عنا بنوقف عند مراحل معينة. أنت في عندك سلسلة تراكمية لتطور الطفل. هلا نحن هدول السلسلة بتجي ورا بعض. نحن بمرحلة التشخيص نحن بنسأل الأم عن هدول المراحل: مرحلة التواصل اللغوي، مرحلة التواصل البصري، مرحلة المناغات، مرحلة الابتسامة
الاعلام الاجتماعيه، اصدار الاصوات الغير مفهومه، في عنا كمان انه اصدار كلمات معينه، مرحله التقليد، الاشاره، هل الطفل عم يشير، هل الطفل عم يستجيب للاوامر، هي كلياتها مكونات كلياتها بتجهزنا لمرحله اللغه. هلا انا امتى بوقف وبقول انه ابني عنده مشكله؟ هلا اكثر المشاكل اللي نحن ممكن نركز عليها بمرحله مثل ما بيقولوا مرحله السنه ونص سنتين، هي مرحله تاخر النطق عند الطفل. نحن وقت الطفل بيصير عمره سنه ونص ببلش الطفل انه هو ما عم ينطق لك، يعني ما عم ينطق، ما في عنا كلمات بسيطه، انا هون بدي وقف. معناته انا ابني هون في عنده مشكله، فانا بروح لعند الدكتور المختص. هو بجوز يكون هلا نحن في احيانا يعني سنه ونص بيقول اذا ما قال بابا وماما ولا تمام لا. من هدول الكلمات اذا مثلا لقينا انه ما في مناغات، ما في اصدار كلمه، ما في هو ما عم يحكي كلام مثلا، عم اصدار كلمات غير مفهومه، صار الطفل انه هون عم نلاحظ انه ما في تواصل بصري، او بجوز الطفل مثلا ما يكون عنده مثلا ما عم يبتسم، ما في تعبيرات للوجه، في مثلا مشكله كمان انه ما عم ينطق الطفل بشكل كامل، بنلاقي انه بيحكي معه مثلا ما عم يحكي معنا، ما عم يستجيب لنا بالاوامر. هلا الطفل احيانا اذا بتلاحظي انه انت بتنادي له فهو بيدير وشه عليكي، صحيح. نحن بنسميها لغه استقباليه، صحيح. فنحن بدنا نشوف لغته الاستقباليه هل هي تمام. بنلاقي الطفل انه هون الام لازم تنتبه انه في مشكله في نحن عنا، بس بدي يفوت بشق انه الوراثه. هلا انا امبارح كان في عندي طفل، فالام انه عم بسال الام بمرحله معينه انه نحن في عنا هذا الطفل، انه ليش ما انه امتى مثلا بلش ينطق، امتى مثلا بلش المناغات. فقالت لي ابوه كمان، قالت لي خبرتني امه انه كمان كان نفس الشيء. فممكن تكون هاي الحاله وراثيه. يعني في اطفال نحن احيانا ما بينطقوا، يعني كثير قليل الكلام عندهم لمرحله الخمس سنوات. كثير اجتني حالات هيك الطفل ما بيكون في شيء، عملنا له تشخيصات كامله من اختبار الذكاء لتشخيص النطق والكلام، فبنلاقي انه هو ما عنده مشكله، لكن في شيء هون عندنا وراثي. تمام، لكن نحن اذا ما في شيء عندنا وراثي تمام، لا هون بدنا نرجع بيكونوا عنده الطفل مشكله. ممكن من احد المشاكل اللي بتسبب تاخر النطق عند الاطفال هو اصابه الطفل باضطراب طيف توحد، فرط الحركه وتشتت الانتباه، بجوز يكون في مشاكل بالاذن ما عم يسمع الطفل، بجوز الطفل يكون عنده عيوب باجهزه النطق والكلام. فنحن بدنا بس نشوف الطفل بعمر السنه ونص هو هي المراحل ما عنده مشكله فيهم، بنروح لعند الدكتور المختص. بجوز الدكتور يعطي مثلا فرصه للطفل، بجوز الام حتى ما عم تكون تتواصل مع الطفل. هلا كمان بسبب، خلينا نروح مو بس الاسباب مثل ما بيقولوا الجسمانيه، في نحن عندنا اسباب بالبيئه المحيطه ممكن تسبب للطفل. يا را يعني مثل ما ذكرتي عندنا اليوم مشاكل كثيره، عندنا اعراض كثيره ممكن نحن نلاحظها بمرحله عمريه معينة، لكن بلشتي تحكي على الأسباب، ذكرتي العامل الوراثي قديش بيلعب دور كتير مهم. وهلأ خلينا نحكي عن التربية الصحيحة. اليوم منشوف كتير من الأهالي ما بيعطوا أولادهم الحرية بالكلام، بتلاقيهم قاعدين بجمعات ممنوع تحكي، ممنوع تشارك. هذا الشيء قديش ممكن يأثر على شخصية الطفل، ونشوفه ممكن بالمستقبل شخص انطوائي، يعني قديش ممكن هذا الشيء يأثر عليهم. تمام، هلأ شوفي، هلأ نحن خلينا نفوت بالشق النفسي لدى الطفل. هلأ نحن وقت الطفل في مرحله معينه الطفل بينفصل الانا تبعه عن الانا انا الام، هن بيكونوا مرتبطين مع بعض، فبصير في مرحله انفصال. هي مرحله الانفصال الطفل هون بده يكون شخصيته، فهون الطفل مثلا بده بقى يثبت رايه، بصير يقول لك لا، بصير يقول لك انه انا بدي اروح للمكان، ما بقى بيمشي انت مثل ما بدك. بهي المرحله اذا نحن عملنا كبت للطفل، هون الطفل في عندنا مرحلتين بده يفوت فيهم. يا اما الطفل بده يصير انطوائي وانعزالي وبصير بصير مستسلم لا مثل ما بيقولوا للواقع، يعني فهون بتنمحى شخصيته، او بتظهر شخصيه ثانيه وهي الشخصيه العنيده العنيفه اللي الطفل هون بتظهر عنده شخصيه انت بتقولي ابني ما كان هيك، لكن نحن وقت بنرجع انه ليش ابني صار هيك بصير ردات. هون من اهم الاسباب اللي نحن مثلا بنشوفه الطفل بيكون عنيد، يعني انتم كثير بتسمعوا انه الطفل عنيد، ابني عنيد. طب ليش هو عنيد؟ لانه انت بمرحله معينه انت ما تعاملتي مع طفلك بطريقه صحيحه، فانت هون حاولتي انه تكبتي مشاعر، ما تخلي الطفل يتكون شخصيته بطريقه صحيحه، فهون صارت هي رده الفعل، صار يظهر سلوك عناد لدى الاطفال. بس بدي ركز على نقطه مهمه، انه نحن بمرحله من وقت بيولد الطفل لمرحله الخمس سنوات، مرحله الطفوله المبكره لدى الطفل هي من اهم المراحل اللي لازم نحن نعتني فيها، اللي لازم نحن هون تتكون شخصيه الطفل، بتطور الطفل نمائيا لغويا، بتبنى شخصيته. فنحن اذا تعاملنا بهي المرحله بطريقه ما صحيحه، فهون الطفل حيصير عنده مشاكل مستقبليه. طيب يارا، ذكرتي خلال حديثك انواع اضطرابات النطق والكلام،
عند الأطفال، خلينا نرجع نذكر الأربعة وفعليا نفسرهم بشكل أبسط للناس. تمام. هلا نحن في عنا اربع انواع لاضطرابات التخاطب. نحن عنا اضطرابات الصوت، اضطرابات النطق، اضطرابات الكلام، واضطرابات اللغه. هلا معظم الناس اذا بيجي مثلا عندك طفل بيقولوا مثلا عنده مشكله بمخارج الحروف او عنده تاخر لغوي، دائما بيقولوا انه اي عنده مشكله مثلا بالكلام او عنده هذا عنده مشكله نطقيه. هلا هون بس بدي اوضح انه نحن عم نحكي بشكل عام، لكن هذول اربع انواع، كل واحد منهم بيضم فئه معينه لدى الاطفال. صحيح. خليني بلش ب مثل ما انه نحن بلشنا بحديثنا عن اضطرابات النطق. هون الطفل بيكون عنده مشكلة أساسية، هو بيكون بينطق تمام، في عنده لغة إن هو عم يحكي، لكن بتكون نحن عنا مخارج الحروف ليست عم تنطق بشكل صحيح. نحن مثل ما بنعرف إنه بتشوف كتير أطفال هو عم يحكي لكن بيكون كلامه غير مفهوم، بيكون كلامه في مثلا حروف مثلا ما أنا واضحة، مثل متكررة يعني بتحس مثل مثلا التاء والكاء، بتلاقيهم بيستبدلوا الأحرف بأحرف تمام. أبسط لللفظ. تمام. هذا الشيء طبعا ممكن يكون ناتج عن شيء نفسي أو عن مشكلة عيوب نطقية، أو بيكون أحيانا بسبب دلع. يعني انتوا شوفوا احيانا الطفل بمرحله معينه مثلا بدل ما يقول لك كلمه شمس بيقول لك ثمث، والاهالي كثير بينبسطوا. يعني هي اللي بدي ركز عليها، فانه الطفل بتتثبت عنده مفهوم انه معناته انا نطقي صحيح. فانت وقت اللي بتيجي تصلحي المخارج لدى الطفل بتكون مثبت عنده انه لا انا عم بنطق بشكل صحيح، وبصير يكرر لك اياها كرمال انه انت تضحكي. فهذا الشيء نحن كثير بننتبه عليه. هذا مغلوط، لانه عند الاهل يعني اول فتره بتلاقيهم بيضحكوا عليها وبيعيدوها بعدين بيقولوا لا عم تقول غلط، فبتلاقي حتى يعني هو بصير عنده مشاكل انه بالاول أنا كانت طبيعية كيف تمام. صارت بالنسبة. فهون بصير عنا خلل لدى الطفل. صحيح. فنحن المفروض الطفل صح نحن كثير بننبسط بطريقة حكي، بس لازم التصحيح المتكرر لدى الطفل. والنقطة كمان بدي نبه عليها هو إذا كان في حدا من الأبوين عم ينطق بطريقة ليست صحيحة. هلا شوفي نحن أحيانا وقت اللي بيجينا عنا أهل دائما نحن بنشوف بنسأل الأهل هل أنتم عندكم مشاكل نطقية؟ في حدا بالعائلة عم ينطق عنده مشاكل بالنطق والكلام؟ لأنه نحن أحيانا بنشوف مثلا أمهات عندها مثلا لدغات. صح. عندها سرعة زائدة بالكلام. صحيح. عندها مشاكل معينة، فنحن وقت اللي بنرجع بنلاقي انه الام الطفل في مرحلة معينة تمام بصير عنده مرحلة مهارة التقليد. هي مهارة التقليد هي ناتجة عن انه مثلا انه بصير الطفل بياخده من الام بطريقة صحيحة، فهون بصير عنده نطق ومخارج الاحرف ما لا تنطق بطريقة نظامية. بنروح هلا على النوع الثاني وهو اضطرابات الصوت. هون بيكون عندنا كمان في نطق في لغه، لكن احنا هون بيكون عندنا مشكله بالصوت. هلا كثير بتسمعوا ناس صار عندها بحوحه بالصوت. ناس صار عندها بتلاقوا صوتها خافت كثير، بتضل تقولي لها علي صوتك علي صوتك، ما عم يعلى الصوت عندها، يعني في عندها رتم معين بالصوت. او ناس صوتها كثير مثل بيقولوا تخين غليظ، فهون كمان بيندرج تحت اضطرابات الصوت. فالمشكله الاساسيه اللي بتكون متواجده عند الطفل انه هي بيكون الطفل عنده مشكله بدرجه الصوت. وهون المشكله الاساسيه اللي بتكون متعلقه بهذا الموضوع هي بالحبال الصوتيه، لانه مثل ما بنعرف الحبال الصوتية هي المتعلقة هي اللي بتصدر الأصوات. تمام. يعني يمكن كنا عم نحكي عن جانب أنه الأهالي كتير بينبسطوا لما طفلهم يحكي بطريقة الدلع، لكن بنفس الوقت تخلينا ما ننسى أنه اليوم في تنمر على هدول الفئة من الأطفال، إن طبعاً. كان بالمدرسة طبعاً. إن كان من أقرانهم من زملائهم حتى يمكن من أهلهم وأخواتهم بالبيت، ممكن اليوم نحمي أطفالنا من هذا التنمر. هلا كيف بدنا نحمي اطفالنا؟ انت عم تروحي على العلاج ما انك عم تروحي على الوقايه. طب انا ليش وقت اللي بشوف ابني عنده مشكله ما بحاول ادعمه نفسيا واجتماعيا وحاول حل له المشكله؟ هلا شوفي انت تخيلوا الطفل بمراحل معينه بيكون هو موجود تمام عم يقرا درس او لدغ الطفل او مثلا عم يحكي بسرعه ما عم يحكي بطريقه مفهومه، انت مالك هون عم تناقشي او عم تكوني ضمن وسط اجتماعي، الاطفال عم يعرفوا شو عم يتصرفوا او عم يعرفوا شو عم يحكوا، هن بس بدهم يتسلوا، يعني هن عم يلعبوا مع رفيقهم عم يتصرفوا تصرفات معينه. فهون الطفل بجوز مثلا حدا يقول له انه والله انه انت مثلا انت بيصدروا كلمات معينه او كلمات يعني بتزعجه شخصيا، فهون الطفل شو بيصير عنده؟ من اكثر الاطفال اللي عم شوفهم عم يصير عنده انطوائيه، عم يصير عنده انعزاليه، الطفل ما عم يبلش انه هو يندمج مع اقرانه، بنلاقي دائما هو اخذ سيستم معين بصير انه بتقول له الان اطلع اقرا، بيلاقي الطفل انه هو ما عم يقرا. فانا وقت نحن دائما عم نحكي عن العلاج بس دائما نحن ما عم نرجع لمرحله الوقايه. صحيح. تمام. نحن وقت اللي بدنا نحن نعالج الطفل، انا وقت اللي بشوف ابني عنده مشكله انا المفروض علي حلها، ادعمه نفسيا واجتماعيا، حاول ادمجه بطريقه صحيحه لحتى الطفل تنحل عنده المشكله. طالما نحن حلينا جذر المشكله الطفل حيمشي بطريقه سلسه وبسيطه. اكيد يمكن الحديث واسع
واسع يعني، وقلنا محطات قادمه برحلاتنا الصباحيه اللي نحكي عنها بشكل موسع اكثر. اكيد ان شاء الله. وختام اكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمه اللي حكينا عنها. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لك. واكيد بنتمنى يعني يكون في وعي اكثر من الاهالي ليكتشفوا اي مشكله حياتيه ممكن تصيب اطفالهم بعمر معين، كرمال نوفر يعني رحله علاج طويله. اكيد اكيد. شكرا لك، نورتي صباحنا. تسلموا لي يا رب. شكرا لكم. شكرا لك.